مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من كلام في السياسه، حلقه النهارده من شرم الشيخ، حلقه النهارده من مدينه السلام اللي زي ما حضراتكم شايفين في اجمل صورها بتستعد لاكبر منصه شبابيه في العالم، منتدى شباب العالم. بس قبل اي حاجه، كل سنه واهلنا طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبين، كل سنة وأهلنا الأقباط المسيحيين بخير. من قبطي مسلم، كل سنة وكل قبطي مسيحي بخير، وبشكل شخصي وبشكل خاص كل سنة وقداسة البابا توادروس الثاني بخير. هنتكلم النهاردة عن الدولة والشباب، وهنتكلم النهاردة عن منتدى شباب العالم. بس قبل أي حاجة، خليني أقول لكم إيه اللي بيحصل في شرم الشيخ. شرم الشيخ زي ما قلنا في أجمل صورها. شرم الشيخ النهاردة تقريباً مفيش فيها أوضة واحدة مش مشغولة. شرم الشيخ بتعيش تاني، شرم الشيخ بتتنفس من جديد. منتدى شباب العالم يمكن هيكون هو بداية للتجهيز لحدث تاني كبير ومهم هنشوفه قريب، وهو قمة المناخ. شرم الشيخ بتضحك ومستنية كل ضيوفها. منتدى شباب العالم في دورته السنة دي رسالة للإنسانية، رسالة من أرض السلام. يلا نبدأ حلقتنا. كان إيماني بالشباب راسخاً لا يتزعزع، فهم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق. إحنا لدينا شباب كثير وواعد، وبالتالي إذا استطعنا إن إحنا نجهزه ونأهله بنتيح له الفرصة. املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له. افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم. فشكرا لكم شباب مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. يلا نبدا حلقتنا ونرحب بضيوفنا الكرام، وكلهم من الشباب وكلهم من اهل الخبره والمعرفه زي ما تعودنا في كلام في السياسه، ساحه الهواء الطلق. مش هنقول بقى القواعد والمحددات للنقاش، يعني لان احنا في شرم الشيخ وفي سو سكوير، بس برضو النقاش هيبقى منضبط. هنقول ايه بقى؟ هنقول واحد، من حق كل ضيف ان هو يعبر عن وجهة نظره بوضوح، لكن مش من حقه ان هو يقاطع اي ضيف. من حق اي ضيف ان هو يطلب التعقيب على كلام ضيف اخر في مدة لا تتجاوز دقيقة. من حق مقدم البرنامج ان هو يتدخل في حال تصحيح معلومة او اضافة لوجهة النظر. نرحب بضيوفنا الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ممثلا عن نواب المحافظين، وطبعا هو من ابناء الصعيد. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. الاستاذه ساره بدر اللي احنا خطفناها من انشغالاتها، المتحدث الرسمي باسم النسخه الرابعه من منتدى شباب العالم. اهلا وسهلا ساره. اهلا بحضرتك. سياده النائبه اميره صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا سياده النائبه. اهلا وسهلا. وكمان منورنا في الاستوديو الاستاذه شيماء عبد الله، المتحدثه باسم تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا يا فندم. والدكتوره نرمين سعيد، الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا.
نبدأ إذا سمحتوا لي من الأستاذة سارة. أستاذة سارة، عايزين نعرف منك أولاً إيه الاستعدادات، الإجراءات الاحترازية فيما يخص كورونا. سمعنا عن تجهيزات غير مسبوقة، اتعمل لنا بي سي آر مبدئي وفي بي سي آر تانية هنعمله بكرة، فعايزين نحط جمهورنا في كل هذه التفاصيل. هو يعني خلاص العد التنازلي للمنتدى بدأ، إن شاء الله المنتدى من فترة 10 ل 13 يناير بيسبقه بيومين ورش العمل من بكرة الصبح إن شاء الله. مظبوط، فإحنا خلاص إحنا بنستقبل الوفود دلوقتي في مطار شرم الشيخ، وحريصين إن حتى يعني يمكن من أول لحظة الوصول نعكس قد إيه المنتدى هو حدث كبير وتنظيمه ده إحنا قائمين عليه يعني على قدم وساق. طبعا السنة دي بسبب ظروف الجائحة لازم نحط مجموعة من المعايير عشان نضمن سلامة الحضور، كان على رأسها اشتراط التطعيم كشرط أساسي. تطعيم أولا. مظبوط. برضو احنا اعلنا عن الخطط الوقائية اللي هيتم اتباعها ان شاء الله خلال فترة المنتدى. هيكون في بي سي ار بصفة دورية كل 48 ساعة، قياس درجات الحرارة، في كاميرات حرارية، برضو هيكون في تكنولوجي بنستخدمها، هيبقى في موضوع الروبوت بقى ايه بالظبط. الروبوتس هي تلقائيا هتقوم يعني هتقوم بتطهير القاعات بصفة دورية، بحيث ان احنا نمنع ان يبقى في عامل بشري دايما عشان نقلل التباعد، يعني نحافظ على التباعد الاجتماعي. برضو الروبوتس هتقدم المشروبات للحضور، يعني احنا بنستخدم التكنولوجي تقنيات مختلفة السنة دي في النسخة الرابعة من المنتدى، وبرضو هيبقى فيه تطهير مستمر للقاعات، يعني سلامة الحضور هي فعلا أولوية لينا في النسخة دي. تمام. دكتور حازم، أهلا وسهلا بك. نسخة هذا العام بتتحدث عن العالم بعد الجائحة، مبدئيا بتشوف اختيار هذا الموضوع ازاي؟ في البداية طبعا بشكر حضرتك على الاستضافة في هذا البرنامج المتميز، والحقيقة العودة مرة أخرى طبعا لمنتدى شباب العالم بعد التوقف طبعا نتيجة الظرف الصحي العالمي اللي شهده العالم على مدار الفترة الماضية، لكن العودة تأكيد مرة أخرى على حرص القيادة السياسية على إشراك الشباب في القضايا اللي محل اهتمام الشباب بشكل أساسي، ومن خلال الاستفادة من الخبرات المتنوعة من الشباب سواء في مصر أو الشباب المشارك من دول أخرى لمناقشة القضايا محل الاهتمام والقضايا اللي بتشغل اهتمام الشباب بشكل أساسي على الأصعدة والمجالات المختلفة. فإن شاء الله تبقى جلسات مثمرة ومحل اهتمام وتفاعل من قبل الشباب وبمشاركة لصناع القرار في مصر ومختلف المنظمات الدولية. سيادة النائبة، النهاردة المنتدى بيتهيألي أنا أتعامل معاه بمنظور مختلف بعد اعتماده من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. دي أول نسخة يتم تنظيمها بعد هذا الاعتماد وهذه الشهادة الدولية. اختيار الموضوع العالم بعد الجائحة، ازاي شباب العالم يوصلوا رسالة للمنظمات الدولية للنظام العالمي القائم؟ طبعا يعني لا يمكن ان يغفل احد ابدا انه الجائحة هي الموضوع الرئيسي على كل الطاولات، يعني اثر الجائحة ما فيش ملف ما تأثرش، ثقافة، اقتصاد، سياسة، ما فيش ملف ما تأثرش، وتحديداً الملف التنموي. ويمكن في ورشة عمل على يومين هتتكلم على أثر الجائحة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. صحيح. وأهداف التنمية المستدامة هي اللغة التي يتحدثها العالم بصرف النظر عن الأجندة الوطنية لأي دولة سواء اجتماعياً أو سياسياً. فالحقيقة هو موضوع موفق جداً، لا يمكن أنه يمكن مش شايفة بديل، لأنه ما فيش حاجة في الأذهان حالياً على أي طاولة من الطاولات إلا العالم ما بعد الجائحة، هنتعافى إزاي، الوقف سواء مشاريع التنموية، سواء مكافحة الفقر، الصحة، غيرها. طب لو لا قدر الله واجه العالم جائحة أخرى إزاي نتعلم من الدروس دي ونقلل الخسائر؟ فهو موضوع في توقيته تماماً مناسب جداً، ومنتظرة بشغف يعني أني أعرف شباب الجاي من كل أنحاء العالم
المشتركات اللي تأثرنا بيها كانت عاملة ازاي، لانه هي دي التجربة الحقيقية دايما اللي بنتعلم منها في كل الملتقيات بتاعة الشباب، ان احنا نثري تجارب بعض، لانه كل واحد عاش تجربة من منظوره بشيء كبير من الجائحة. طبعا مست العالم كله، بس سياسات الدول المختلفة ايه اللي حصل كان شخصي بشكل ما او باخر، فيعني في بعد انساني وبعد سياسي واقتصادي وغيره، فيعني مستنية اسمع الكثير في هذه النسخة من المنتدى. استاذة شيماء، تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والنهاردة بنتكلم على كيان سياسي اصبح له تأثير وله صوت مسموع وله تواصل مع الشارع، هو في الأصل جاء من هنا، جاء من هذه المدينة، جاء من هذا الكيان، جاء من مؤتمرات الشباب ومن منتديات شباب العالم. الحضور هذه المرة بالنسبة للتنسيقية افتكر ان هو بيبقى مختلف. طبعا مختلف، وخليني زي ما حضرتك قلت أكد ان احنا بدايتنا كانت في الأول خالص من مؤتمرات الشباب في بدايات الأولى للتنسيقية يعني، ثم بعد كده تم الإعلان عن التنسيقية أمام السيد الرئيس في إحدى جلسات المؤتمرات الوطنية للشباب كان في 2018، ومن بعدها إحنا بنشارك في كل النسخ سواء المؤتمرات الوطنية أو منتدى شباب العالم لحد كان قبل الجائحة، وكان لنا مشاركات هامة، وكان بيطلع الحقيقة كثير من زملائنا في الجلسات وكثير منهم في ورش العمل. الحقيقة المرة دي طبعا اكيد بص يا ما انا مش هفوت يعني ان انت بشرفاني كده يعني. التنسيقية من التعامل الاعلامي او التعاطي الاعلامي مع كيان سياسي منظم جدا، فاكيد انتوا حضوركم في المؤتمر عندكم اجندة محددة طبعا في المؤتمر، احب اعرف. اولا احنا المره دي طبعا زي كل المشاركين احنا سعداء جدا انه تم اقامه هذه النسخه من المنتدى وان احنا مشاركين فيها. الحقيقه احنا مشاركين فيها بعدد كبير، يمكن التنسيقيه تقريبا كلها الحقيقه ان احنا مشاركين في سواء الجلسات او الورش اللي هي هتبدا من بكره، خصوصا الورش اللي بتتكلم عن طبعا نظره جيل الشباب لما بعد الجائحه الخاصه ب ترشيد المياه، والخاصة الجلسات الخاصة بالتكنولوجيا وتطور الرقم، يعني كثير من الورش الحقيقة منذ بداية الإعلان عن المنتدى وإحنا بنحضر وشغالين وبنعمل كمان إحنا كمان ورش عمل وبنعمل تجهيزات، والحقيقة بقى عندنا يعني توصيات جاهزة من زملائنا إن شاء الله اللي هيشاركوا في الورش. كمان إحنا بنستغل أو بنستثمر الوقت أيوة اللي إحنا موجودين فيه هنا، وعاملين يعني معسكر تدريبي صغير كده للشباب التنسيقية، في شوية حاجات بنشتغل عليها، يعني بنشتغل على تدريب خاص بالبروتوكولات، تدريب خاص بالظهور الإعلامي، وكمان عندنا الحقيقة عشان بقى عندنا الفترة الأخيرة منضمين جدد من الشباب، فعندنا كمان ورش عمل أو يعني ندوات تفاعلية ما بين الأقدم والزملاء المنضمين الجدد عشان يبقى فيه تبادل خبرات ما بيننا وما بينهم، وبنحاول ان احنا كل يعني مش عايزة اقول كل ثانية، بس هو كل ثانية كل لحظة ما احنا موجودين هنا بنستثمرها فعلا في التنسيق. شكرا شيماء. دكتورة نرمين، منتدى شباب العالم في الأصل هو رسالة حضرية أو كلمة حضرية اتخذت من الإنسانية عنوان وهدف، وجاء هذا الحراك اللي أصبح النهاردة منصة عالمية معترف بها أمميا بعد حوالي أكتر من عقدين كان العالم بيسيطر عليه أفكار نظرية زي صدام الحضارات مثلا. إلى أي مدى نجح المنتدى في ترسيخ رسالته الإنسانية؟ بداية عايزة بس أقول أن أنا بعتز جداً أن أنا بشارك في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم كأحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، ودي يعني نموذج من نماذج التمكين الشباب أو التمكين السياسي. بالرجوع لموضوع منتدى شباب العالم، هي النسخة الأولى كانت المؤتمر الشباب الوطني اللي عقد في شرم الشيخ في سنة 2017، وانبثقت عنه العديد من التوصيات اللي أدت في النهاية أن احنا يبقى عندنا منتدى شباب عالمي معني بأن هو يناقش القضايا الأفريقية والقضايا العربية والقضايا الإقليمية وحتى القضايا العالمية.
منتدى المؤتمر الشباب الوطني في 2017 كان من توصياته انه يبقى منتدى شباب العالم بيعقد سنويا في شهر نوفمبر، ولكن تم تاجيله طبعا السنه اللي فاتت عشان جائحه كورونا. وكان طبعا من احد التوصيات المنبثقه عنه كانت من اهمها مراجعه اوضاع الشباب المحبوسين على ذمم قضايا، طبعا القضايا التي لا تتعلق بالارهاب، ودي كانت من اهم التوصيات اللي خرج بها المؤتمر. المؤتمر كمان اوصى بانه وزاره الخارجيه تتعاون مع الامم المتحده لتطبيق رفع التوصيات بالضبط لتطبيق التوصيات المنبثقه عن نموذج المحاكاه المتعلق بمجلس الامن. وبيبعت طبعا رسالة أن مصر دايما وضعها آمن، هي قادرة أن هي تنظم منتدى عالمي حتى في أوضاع زي الأوضاع اللي احنا فيها دلوقتي، وتبقى اللوجيستكس والحاجات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية منظمة جدا. طيب قبل ما أطلع فاصل، إيه أكتر جلسة حضرتك محدداها كده أنا عايزة الجلسة دي أحضرها واكتب عنها؟ انا من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي ازاي تم توظيف التكنولوجيا التكنولوجيا والتحول الرقمي خلال الجائحه، وازاي بعد كده هي هتبقى الاساس في تعامل كل الدول. يعني هي ما بقتش حاجه اختياريه، جائحه كورونا خلت الناس كلها تحس ان التحول الرقمي ده فرض سواء على الحكومه او على المجتمع المدني. فدي بتهيالي من اهم الجلسات اللي انا هبقى مهتمه ان انا اتابع ايه اللي هيحصل فيها وايه التوصيات اللي هتخرج بيها. يا مصر الزمن شاب وانت شابة، هو رايح وانت جاية. فاصل ونكمل حلقتنا. اهلا بحضراتكم من جديد. كلام في السياسة والجمهورية الجديدة تتسع للجميع، والجمهورية الجديدة تستقبل شباب العالم. الجمهورية الجديدة جمهورية مسالمة وليست مستسلمة. نرجع لحوارنا على منتدى شباب العالم، وهرجع تاني للأستاذة سارة. احنا دخلنا في الجد، ساعات تفصلنا على بداية ورش العمل. خلينا نعرف الناس اكتر بالأجندة هذا العام. طبعا زي ما احنا اتفقنا محور الكلام كله عن عالم ما بعد الجائحة، وده كان شيء طبيعي لان قد ايه الجائحة اثرت في مختلف نواحي الحياة. وبالتالي احنا قررنا ان احنا عايزين نشوف رؤى الشباب وافكارهم في مختلف الموضوعات اللي احنا هنناقشها ان شاء الله خلال المنتدى في النسخة الرابعة. لو احنا اتكلمنا بقى الاجندة هيكون فيها ايه؟ ايوه اول موضوع احنا شايفين ان هو كان مهم جدا على الاجنده الدوليه هو مسارات الطاقه والتحول اللي حصل في مجال الطاقه خاصه في عالم ما بعد الجائحه. برضو عايزين نتكلم على التكنولوجي ورياده الاعمال ودور الشباب او الفرص المتاحه للشباب في عالم ما بعد الجائحه هتكون شكلها عامل ازاي. هنتكلم على المبادرات التنمويه من حول العالم في مواجهه الفقر، نماذج الملهمه كمان مظبوط. وطبعا اكيد لازم نسلط الضوء على التجارب الناجحه من مصر زي تجربه حياه كريمه لانها بتحقق اكتر من هدف من اهدافها. يبقى في متحف بتهيالي الحياه كريمه او حاجه؟ مظبوط مظبوط، وهيتم برضو الاعلان عن التفاصيل دي اكتر. غشينا شويه تفاصيل كده يعني. هنتكلم على حياه كريمه وهنتكلم على امثله اخرى طيب يعني ان شاء الله من حول العالم. اكيد برضو هنتكلم على الامن الغذائي، وهنتكلم على الامن والسلم حول العالم، وهنتكلم على اعاده الاعمار في مناطق الصراعات. كل المواضيع اللي فعلا بتمس الشباب ولازم يلعب دور مهم ومحوري فيها كلها على الاجنده الخاصه بالمنتدى في النسخه الرابعه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور حازم، قبل ما مسالك عن تجربه الشباب كنواب محافظين، مش ناوي تعمل سكاي دايفنج؟ ان شاء الله يعني فكرت سجلت اسمك ممكن. انا جاهز على فكره يعني. طيب طبعا يا جماعه يعني احنا هنشوف حاجه عظيمه جدا من اروع التجارب اللي هتتم. يعني في ناس كتيره كانت بتسافر علشان السكاي دايفنج ده، اللي هو ان انت بتنط من الطائره بالباراشوت مع ناس محترفة جدا. واحنا في اكسترا نيوز يعني اذعنا على حضراتكم اكتر من
فيديو تعريفي بهذا التطور في نمط جديد للسياحة في شرم الشيخ. احنا هنشوفه خلال منتدى شباب العالم بجمال يزيد من جمال شرم الشيخ. بس برضو مش هحرق تفاصيل اكتر رغم ان احنا غشينا شوية تفاصيل. نرجع للدكتور حازم. تجربة الشباب كنواب محافظين، انا ما بطلبش من حضرتك ان انت تقيم نفسك، بس هل فعلا انتوا قدرتوا تعوضوا غياب فعالية وكفاءة المحليات لحد دلوقتي؟ خلينا اقول لحضرتك على تجربة النواب بشكل عام. التجربة كان بدأت من عام 2018 بتعيين ما يقرب من 12 نائب محافظ في 2018، وفي 27 نوفمبر من عام 2019 كانت الحركة الأكبر اللي تضمنت تعيين 23 نائب على مستوى طبعا المحافظات، في بعض المحافظات ممثلة بنائب وبعض المحافظات ممثلة بنائبين. طبعا الحقيقة التجربة محل اهتمام من الجميع، لأنها لأول مرة أقول أنها تحدث في يمكن الحياة السياسية المصرية بهذا التوسع، وإن كان القانون قد أوجدها بالفعل يعني وكانت تتم في بعض المحافظات، لكن بهذا التوسع وبنوعية المعينين. دخلني معاك في دولاب العمل. المعينين هم من الشباب. انت من ابناء الصعيد. مهم. مهم. وفي محافظه هنا جنة. تمام. قولي بتشتغل ازاي. تمام، هقول لحضرتك. بدايه في المحافظه استفدنا خبره في السنوات طبعا الاولى من عمليات التاهيل والتدريب اللي مرينا بيها، وبعد كده بدانا الاحتكاك بالعمل المحلي. طب انا عايز اربط مع حضرتك لما كنت حضرتك بتسال وفي الفقرة الأولى وبتقول إيه الموضوعات اللي بيتم مناقشتها سواء في منتدى شباب العالم والمؤتمرات الوطنية للشباب، وإزاي إحنا استفدنا بيها وإزاي بنتعامل بيها على مستوى الواقع. موضوعات الأساسية، موضوعات اللي خاصة بي وبيشهدها العالم وإحنا جزء منه، سواء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وده اللي إحنا بنستخدمه في المحافظات. وهل ده حاجة جديدة على المحليات؟ هقول لحضرتك إنه أهم شيء في المحليات، لأن احنا دورنا بشكل أساسي العمل على متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة، ففي كم ضخم من المشروعات اللي بيتم تنفيذها على المستوى المحلي، وكم كبير من البيانات محتاجة آلية للمتابعة بشكل مختلف. دلوقتي أصبحت الأدوات اللي بنستخدمها، الأدوات التكنولوجية اللي بتستخدم لمتابعة المشروعات مختلفة عما سبق. فنقول على سبيل المثال، نقول انه دلوقتي اصبحت وحدات التنمية المحلية بها وحدات خاصة بنظم المعلومات الجغرافية. نظم المعلومات الجغرافية هدفها بشكل اساسي انها تستوعب اكبر قدر من المعلومات والبيانات بوضعها المكاني والوصفي، بمعنى انا عندي دلوقتي عايز اخطط لعدد من المشروعات داخل المحافظة، فعلشان ما يحصلش فيه عشوائية في التخطيط وأن تكون المشروعات مخططة بشكل مدروس، يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية. فأقول على سبيل المثال أن أنا هنشئ مراكز تكنولوجية، هنشئ مدارس، وحدات صحية، أقول أنا عندي قد إيه في المنطقة الجغرافية أو الحي أو المركز، وهل وعدد السكان، وهل محتاج هذه الخدمة أم لا، وربما تكون أهميتها وأولوياتها أنها يتم تنفيذها في مكان آخر. فهذا نوع من الأنواع اللي احنا بنستخدمها. أيضا المراكز التكنولوجية على مستوى المراكز وقدرتها على استقبال الطلبات من المواطنين والرد عليهم من خلال أدوات مثلا SMS وخلافه، بحيث يبقى في تفاعل مع أيضا عمليات التقييم لأداء المراكز التكنولوجية. نقول في سنة 2020 عملنا قد إيه و2021 عملنا قد إيه. هل بيتم عملية تقييم لحضراتكم؟ هقول لحضرتك التقييم جزء منه انه هل احنا بنتفاعل مع المواطنين بشكل اساسي داخل المحافظه ولا لا. خليني اقول لحضرتك انه من التكليف الرئيسي لينا بعد اداء اليمين مباشره العمل على الاستماع لمشاكل ومطالب المواطنين والعمل على الاستماع لها وحلها دون كلل او ملل.
فالتفاعل بشكل اساسي مع المواطنين ده مهم جدا. ده بيحصل يعني ربنا حاجه ثانيه، الزيارات الميدانيه والمتابعه لتنفيذ المشروعات. قلت لحضرتك يا دكتور ازاي بتشتغلوا في ظل غياب فاعليه المحليات. خلينا نروح لسياده النائب. سياده النائب، هل نجحت الدوله في تمكين الشباب؟ السؤال طيب، وانا شايفه الحقيقه انه في خطوات جاده. انا عشت، انا النهارده عمري 34 سنه، عشت منهم سنوات كثيره جدا لوقت الثوره، اتمنى انه يبقى عندي صوت. فالنهارده انا في البرلمان امثل هذا القطاع من الشباب وعندي صوت. مش بس البرلمان الحقيقه، احنا هنبص على البرنامج الرئاسي، هنبص على تجربه نواب المحافظين، هنبص على حدث ده اللي احنا موجودين فيه النهارده، هنبص على تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. الشباب يقود المشهد في قطاعات كتيرة جدا، بس احنا أمة شابة، يعني احنا عندنا الملايين من الشباب. فلما النهاردة بنجح اني اعمل نماذج تلهم الاخرين، او يعني يبقى في نوع من انواع المثل الاعلى. ماذا يريد الشباب؟ احنا أمة شابة، ماذا يريد الشباب؟ لا، عايزين حاجات كتير قوي، عايزين فرص عمل، عايزين يعني فرص في الحياة بشكل لائق، عايزين بكرة في ايه، بالذات في ظرف بالغ الضغط والحساسية زي اللي احنا كلنا عدينا فيه السنتين اللي فاتوا. يعني اللي متابع واللي ملاحظ، شباب كتير عانوا من حالات اكتئاب، في تخوف وترقب من المستقبل. فمن المهم جدا اننا نسمع، لانه النهاردة شاب هو صانع كل اللي جاي الحقيقة، يعني ده مش كلام. اللي النهاردة بيشرع وبياخد هذه الخبرات، اللي النهاردة في موقع تنفيذي، اللي النهاردة في أي حتة مهمة في البلد أو حتى في عجلة التنمية، لأن كل واحد مهم الحقيقة. أطر التواصل بينكم كنواب شباب ونواب محافظين شباب أيضا، دي واحدة من أهم وأنجح التجارب. ليه؟ الهدف الـ 17 للتنمية المستدامة أصلا هو هدف الـ partnerships، أو إزاي نقدر نعمل شراكات بشكل عام. أفضل شيء حصل ده على مستوى يعني تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أفضل شيء حصل في التجربة السياسية حديثا هو تجربة تنسيقية لسبب مهم جدا. أنا لم أكن أتصور أنه اللي على الخط الثاني مني، اللي على يمين التيار السياسي خالص، يبقى أنا قادرة أقعد معاه وأصيغ سياسة ما ونوصل للصالح العام فين، وأنا أتسمع مرة وأتسمع كتير، وهو يبقى عنده آراء مخالفة ونقدر نتحاور. تجربة بقى لحضرتك تتكلم عنها كمان، أن احنا متواصلين في نفس الأمر مع نواب المحافظين، فانا عارفه انا باين بالنسبه لي المشكله، وقادره اوصلها بسرعه جدا للشخص اللي ممكن يكون عنده شيء من حلها، فيغير هو هذه السياسه التنفيذيه. ما غيروش يعني الكرسي؟ ما غيرهمش. بالعكس، انا شايفه ولا ما عندهمش وقت يقعدوا على الكرسي. الكرسي بالظبط، الكرسي بيجيب اعباء مش قادره احكي لحضرتك عنها، اعباء ضخمه جدا. انت الناس مامله عليك، واللي في فئتك العمرية مأملين عليك، فأنت يعني مثقل بالأمال، وفي نفس الوقت حاجات كتير قوي عايزة تتعمل. البلد عايزة كل إيد، إحنا في وقت بنسبق فيه الزمن، فأيا كان الموقع لا، إحنا محتاجين نشتغل مع بعض، ومهم قوي قوي إن إحنا نعرف نشتغل مع بعض، لأنه شيء كبير من هذه الجهود كان بيفقد، لأنه مثلا في مشكلة ما في التواصل، في مشكلة في إننا نشبك دايرة الفعل السليمة والصحيحة. طيب انا اسف، هحتاج بس لا عقب. لا لا، في قواعد. احنا في سوهو سكوير وفي شرم الشيخ يعني، وفي الهواء الطلق، بس في قواعد للبرنامج ده، ممنوع المقاطعه. انا اسف، بس هيبقى من حق حضرتك التعقيب. تمام. طيب انا اسف، معلش. هدخل المنتدى طيب يعني، ولا هتاخدوا الكرنيه بتاعي؟ طيب تمام. طيب. كلامنا على التنسيق. سياده النائبه، لما قلت لها الشباب عايز ايه، قال رقم واحد فرص عمل. حضرتك قلت ان انتم مذاكرين الاجنده كويس، واشرت كمان لجلسات بعينها وحاجات. طيب، في ملف رياده الاعمال تحديدا، كتير من الافكار، كتير من الدراسات تقول ان مصر ممكن تبقى من اهم دول العالم في رياده الاعمال. كان بيقف عائق قدامنا قبل كده مسألة ان احنا ما عندناش قواعد البيانات. النهاردة الدولة ايديها في كل شبر في مصر في مشروع حياة كريمة، يعني بقت عارفة القرية الفلانية اهلها يعرفوا يشتغلوا في ايه، القرية العلانية يعرفوا ينتجوا ايه. هل ممكن قواعد البيانات دي مستقبلا نقدر نوظفها في حلم كبير لريادة الأعمال؟
مبدئيا فكره انه يبقى عندنا قواعد بيانات دي حاجه مهمه جدا، ويمكن احنا لما كنا بنيجي نشتغل على حاجات كتير او نتكلم في موضوعات مختلفه كانت بتبقى عندنا دايما مشكله ان احنا ما عندناش قواعد بيانات. فزي ما حضرتك قلت دلوقتي احنا بقى عندنا مشروع كبير ومهم جدا زي حياه كريمه بيوفر لنا قواعد بيانات في حاجات مختلفه وامور متعدده. وزي ما قالت زميلتي ساره، هو مش يعني حياه كريمه هو مش بيغطي بس، يعني هو مش بس الاسر اللي عندها احتياجات فبنوفر لها حاجاتها اللي هي البدائيه، لكن احنا بنشتغل على حاجات كتير جدا، بنشتغل على تعليم، بنشتغل على توفير عمل، بنشتغل على تغيير حياه وتغيير انسان. شفنا مكتبه قريب كمان، مكتبه وفيها ساحه ترفيهيه. بالظبط، فاحنا بنشتغل على تغيير. جينا شرم الشيخ غيرتك يا دكتور. بنشتغل على تغيير الحياه وتغيير الفرد كمان. احنا الحقيقه كمان في مصر عندنا بدانا في رياده الاعمال وبدانا نشتغل عليها، وبقينا نشوف حاجات يعني لما نقعد نتفرج على التلفزيون عادي كده فيجي برنامج ونلاقي شباب. يعني انا اسف اتفضل. اشياء بسيطه جدا يتم استيرادها بارقام كبيره جدا، يعني صحيح صحيح، مع ان احنا نقدر نصنع ده ونقدر نعمل وبسهوله ده. وعندنا ايدي عامله وعندنا ما شاء الله شباب كتير. وبقول لك ان احنا بدانا نشوف حاجات او نماذج لشباب بتشتغل حاجات او عندها ابداع وعندها افكار اعمال ما كناش نتخيل ان هي ممكن تبقى موجوده. فبلا شك انه توفير قواعد البيانات ده هيساعد كتير جدا، هيخليك تشوف ايه الاحتياجات، هيخليك تشوف كمان الاعداد اللي هي يعني موجوده ممكن يشتغلوا في ايه، ممكن افكارهم تطلع ازاي. فقواعد البيانات دي حاجه مهمه جدا جدا، وبالنسبه لرياده الاعمال اعتقد طبعا ان هي هتفرق كتير. تمام دكتوره نرمين، زي ما الاستاذه ساره اتكلمت على الاجنده، واضح ان الاجنده رغم ان هي تعتبر اجنده، هي الاجنده العالميه النهارده، هي الاجنده الدوليه النهارده، لكنها ايضا هي اجنده مصريه بشكل مباشر، لان احنا لما بنتكلم على ملف الطاقه هذا الامر يمس مصر بشكل مباشر، لما بنتكلم على ملف السلم والامن هذا الملف يمس مصر بشكل مباشر، رياده الاعمال، التكنولوجيا، المناخ. شايفة حالة التوافق ما بين الأجندة الوطنية لمجتمع مع الأجندة العالمية بيعكس إيه في حركة تطور المجتمع نفسه؟ أنا يعني حابة أقول لحضرتك أنه الأجندة اللي بيساهم في إعدادها بشكل مستمر على مدار منتديات الشباب هم الشباب نفسهم، فده بيعكس أولاً دراية من الشباب بالقضايا العالمية، بالقضايا المحلية وبالقضايا الإقليمية. يعني حضرتك النهارده لما بنتكلم ان شاء الله شرم الشيخ هتستضيف مؤتمر المناخ في 2022 في نسخته 27، ده بيجي انعكاس لازمه المناخ اللي بيعيشها العالم كله وازمه والمنعكس عنها من ازمات الطاقه وغيرها. فكون ان القضايا دي احنا النهارده بنناقشها في شرم الشيخ سواء فيما يتعلق بالمناخ، بازمه الطاقه، بالسلم والامن، بغيرها من القضايا، ده بيعكس وعي من الشباب بالقضايا اللي بتدور حواليهم. انا اسف لمقاطعه حضرتك وبعتذر عن المقاطعه، بس انا ملاحظ ان يعني ولا حضرتك ولا حضرتك ولا حضرتك ولا حضرتك اتكلموا عن الجلسه الخاصه بالمراه. هو انا مش فاهمه. دكتور حازم كان عايز يتكلم عليها. الشباب مرأة و يا دكتور حازم كان عايز يتكلم عليها. الشباب تضم الاثنين. اتفضل يا فندم. هو من المهم ان تبقى في جلسه خاصه بالمراه ومناقشه قضايا، خصوصا ان ده توجه عند القياده السياسيه وتوجه عند الدوله بشكل عام. استراتيجيه تمكين المراه 2030 بالظبط، ودور المجلس القومي للمراه ومشاركه المراه في البرلمان في التنسيقيه قضيه النهارده بالظبط زي ما حضرتك اضفت. فانا شايفه ان ده برضو انعكاس لاهتمام الدوله عموما بالقضايا اللي بتمس المراه بشكل عام. قبل ما نخرج فاصل، بعد الفاصل هنستنى اجابه من الساده الضيوف. هي عدسه الرؤيه للمنتدى رايحه لشباب بعينه ولا المنتدى متاح لكل شباب مصر؟ بعد الفاصل نتكلم.
ماذا قدمت الدولة للشباب خلال 7 سنوات؟ تمكين الشباب، كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر تحدث على استحياء، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 ووضع على رأس أولوياته الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية وإسناد المناصب القيادية للشباب في الوزارات والمحافظات، كما تعهد السيسي بتدريب هؤلاء الشباب في أكاديمية ناصر العسكرية، وهو ما بدأت الأكاديمية في تنفيذه بالفعل في 2014 بتنظيمها دورات في موضوع الاستراتيجية القومية والأمن القومي، شارك فيها عدد كبير من الشباب العاملين في الجهاز الحكومي. واستكمالاً لتمكين كل كيانات الدولة المصرية وأطيافها، تم اختيار 5 من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين نواباً للمحافظين بواقع 20% من عدد النواب. وبهذه الخطوة تستكمل الدولة خطوات بدأتها في مسيرة تنمية بدأت وانطلقت إلى مستقبل أفضل. وتأتي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لتكون المشروع القومي لبناء الإنسان. وعلى مدى السنوات الماضية قامت الأكاديمية بتخريج 3 دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ضمت 1500 شاب وفتاة في الفئة العمرية ما بين 20 و30 عاما من جميع محافظات مصر، وهي في طريقها لتخريج الدفعة الرابعة. وشهدت أرض مصر خلال السنوات 7 من حكم الرئيس السيسي مؤتمرات شباب بأنساقها المحلية والإفريقية والعالمية، سعى خلالها الرئيس إلى بناء نظام شبابي جديد استناداً إلى أن الحوار هو السبيل الأفضل الذي يتعين الاعتماد عليه في السعي نحو تصحيح المفاهيم الخاطئة. أهلا بحضراتكم من جديد وكلام في السياسة وحلقتنا عن النسخة 4 من منتدى شباب العالم. أستاذة سارة بدر المتحدث باسم النسخة 4 منتدى شباب العالم، بيتم الاختيار على أساس إيه؟ بعض الشباب يعني ممكن يقول إحنا فين من ده؟ إحنا ليه مش موجودين؟ تقول لهم ايه؟ هقول ان ده سؤال مهم جدا. ولو انا اتكلمت بالارقام، احنا 2017 عدد الحضور 3000، 2018 5000، 2019 7000، الاعداد كانت في ازدياد، وده كان جزء من نجاح المنتدى ان في اقبال عليه وفي حضور في ازدياد. بسبب ظروف الجائحه وقفنا سنه ورجعنا السنه دي، لما فتحنا باب التقديم احنا حقيقي اتفاجئنا بعدد الطلبات الحضور، احنا عدينا 500,000 شاب وشابة. نص مليون، فده رقم مهول. يعني احنا فعلا فخورين ان ده جزء من نجاح المنتدى، التقديم والجنسيات المختلفة اللي حابة انها تشارك في المنتدى في النسخة 4 بالرغم من تحدي الكورونا والسفر وكل التحديات اللي احنا فيها حاليا. طيب بالنسبة بقى إيه للحضور في شرم الشيخ، إحنا عايزين نحافظ على سلامة الحضور، فبالتالي تصميم الجلسات ورش العمل لازم يحافظ على التباعد الاجتماعي، فبالتالي هنقلل أعداد الحضور. ضمن الحاجات اللي غشيناها برضو إن في ترتيب في القاعة نفسه. إحنا غشينا حاجات كتير أوي. يعني ضمن الحاجات اللي سمعناها يعني في ترتيبات في القاعة نفسها يعني. مظبوط، عشان تحافظ على التباعد الاجتماعي. فبالتالي إحنا فكرنا إزاي نضمن ان الاعداد المشاركه دي تفضل في تفاعل مستمر معانا، ومن هنا جت فكرتين. اول حاجه التطبيق الخاص بالمنتدى World Youth Forum، هو ده اسم التطبيق وهو متاح على جوجل بلاي والابل ستور. التطبيق ده هيبقى عليه اجنده المنتدى، السبيكرز، الجلسات، معلومات خاصه بكل الجلسات وورش العمل. ولكن المهم فيه ان هو بيضمن ان مش بس الحضور في شرم الشيخ هو اللي هيطلع على الاجنده ويشارك في فعاليات المنتدى،
ولكن أي حد من حول العالم عايز يتفاعل يتفاعل من خلال التطبيق، يقدر يبعت أسئلة. الأسئلة دي إن شاء الله هيتم طرحها خلال الجلسات دي. حاجة حاجة تانية إن في بلاتفورم هي هايبرد بلاتفورم أو أونلاين بلاتفورم إحنا أعلننا عنها، ودي برضو هتضمن إن الحضور، إحنا ما عندناش حد ما تقبلش السنة دي في المنتدى، كل الناس اتقبلت من خلال المنصات اللي احنا اعلنا عنها. تقدر الناس تشارك، تطلع على الفعاليات الخاصه بالمنتدى. كمان يعني في برضو حاجه احنا حاطينها جديده، البوينت سيستم، او ان يعني نجمع نقاط. ازاي نجمع النقط دي بقى؟ ان اي حد حابب ان هو يشارك الفعاليات المختلفه المنتدى، سواء كانت جلسات او يعني الفعاليات المختلفه اللي احنا بنعلن عنها، يقدر يساين اب ويحضر الجلسه دي. بيساين اب بس بالايميل، يعمل اكاونت ويحضر، واكتر عدد مشاركه بيجمع نقط، والنقط دي في الاخر بياخد بيها صوره تذكاريه خاصه بالمنتدى في النسخه الرابعه. تمام. كان لحضرتك تعقيب؟ انا في مده ما تتجوزش دي. تمام. انا كنت عايزه اتكلم على تمكين الشباب، لان دي نقطه مهمه ما ينفعش نعدي عليها مرور الكرام. فكره المنتدى هي مهمه لانها مش بس تمكين للشباب المصري، هي تمكين للشباب من مختلف دول العالم. ازاي؟ احنا بندعو الشباب ان هو يجي يحضر في شرم الشيخ، وبنتناقش في القضايا اللي بتهمهم، يعبر عن نفسه بالظبط، وبنجمعهم كمان بصناع القرار ورؤساء دول ووفود من منظمات دوليه، فبنرفع الحواجز ويقدروا ان هم يشاركوا افكارهم دي بدون اي قيود. فبالتالي معظم التوصيات يعني اللي بيتم دفعها في الجلسات الختامية من المنتدى وبيتم الإشادة بيها، دي بتدعم تمكين الشباب من حول العالم. احنا بقينا بنلعب دور محوري، مش بس الشباب المصري اللي خلق الفكرة دي وبيرعاها وبينظمها، ولكن احنا كمان بنمكن الشباب من مختلف الدول، وده دور مهم جدا جدا. تمام. دكتور حازم، حياة كريمة في محافظة إنا، الشغل بتاعها ماشي ازاي؟ طبعا مبادرة حياة كريمة الحقيقة يعني من خلالها في محافظة قنا بننفذ العديد من المشروعات. خلينا أقول لحضرتك يمكن بالإشارة لزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة قنا يوم 25 ديسمبر الماضي، الحقيقة كانت بداية لافتتاح عدد من المشروعات المتمثلة في أسبوع الصعيد. جت في طبعا في إطار زيارات أسبوع الصعيد، والحقيقة كانت من المحافظات طبعا المحظوظة أنه يتم من خلالها خلال زيارة فخامة الرئيس افتتاح عدد من المشروعات اللي تم تنفيذها في إطار المبادرة، منها مجمع الخدمات، ومنها الوحدات الصحية ونقطة الإسعاف، وأيضا المكتبة اللي تم تنفيذها من خلال شباب مؤسسة حياة كريمة، وايضا المجمع الزراعي والمجمع البيطري اللي تم افتتاحهم. وخلينا اقول لحضرتك احنا بشكل عام في محافظه قنا بننفذ عدد من المشروعات ما يقرب من 724 مشروع في عدد 5 مراكز، بيغطوا 19 قريه، بيغطوا 67 تابع في محافظه قنا. بنغطي عدد من المشروعات متمثله في البنيه التحتيه، مياه وصرف صحي وميه، الهدف بشكل أساسي هو العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. أيضا في محور تاني خاص بالسكن كريم، في محور ثالث خاص بالطرق، وفي محور رابع زي ما قلت لحضرتك الهيئات والمؤسسات الخدمية بمختلف أنواعها. ده اللي بيتم في محافظة إنا على مستوى مبادرة حياة كريمة، وإن شاء الله هيدخل المراكز الأخرى في والقرى الأخرى في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. سيادة النائبة أميرة صابر، نتكلم سياسة. من 10 سنين أو أكتر، خلاص يعني أكتر من 10 سنين، كان في زي كده ختم إن هذه الدولة في حالة خصومة مع الشباب، وكان البعض بيضمن ده في خطابه تجاه مصر. طيب بعد حوالي 10 سنين ومصر النهاردة أصبحت دولة نموذج في صياغة العلاقة ما بين الدولة وشبابها،
انت تقديرك السياسي لده ايه؟ وايه هي ضمانات استمرارية ده؟ لان خلينا كلنا معترفين ان الداعم الاول لهذا الامر هو الارادة السياسية للقيادة السياسية. ايه ضمانات استمرار هذا الامر؟ زي ما حضرتك ذكرت كده، يعني النظام السياسي اللي فات كان عنده مشكلة رئيسة وهو انفصاله التام عن الشباب، ويمكن دي كانت احد اسباب قيام ثورة يناير قطعا، يعني دي على الاقل دي تجربتي الشخصية. فلا، في وقفة هنا مهمة جدا مع اللي الدولة بتحاول تعمله السنين اللي فاتت بتمكين الشباب على جميع الأصعدة. يعني احنا حتى لو بصينا على قطاع التعليم الجامعي تحديدا، ما بتكلمش على التعليم الأساسي، بتكلم على التعليم الجامعي، هتلاقي انه في اهتمام بجودة هذا التعليم، وانه تصنيف مصر في الجامعات ارتفع لمكان تاني. كمان كل المتاح للشباب من التمكين التكنولوجي أو اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتكنولوجي منها بشكل خاص. مش هنتكلم تاني بقى عن عددنا جوه البرلمان، يعني احنا بنتكلم على 60 نائب جوه البرلمان المصري سنهم أصغر من 35 سنة. نظرة حتى على السنة اللي فاتت بس من عمر البرلمان، في حيوية وسرعة في الريتم. هل المسألة بالسن ولا بالأداء؟ لسه كنت هقول لحضرتك، ما أنا بقول لحضرتك يعني نظرة على الأداء. أنا الأول ذكرت الرقم وكمان بتكلم على الأداء. لا، في اهتمام حقيقي. ليه؟ أصلح زي ليه؟ حاجة أنا يعني إيه؟ لا يعني مش كوتا، علشان قربت من الأربعين فأنا بسيبكم ورايح لحتة تانية. يعني بعمل يعني إعادة تموضع كده لنفسي يعني. بالمناسبة في عدد من السنين هو عندنا شعور عام ان هم يعني عدوا من عمرنا كلنا، يعني في عدد من السنين مصر فيها كانت بتعاني مع نظام، يعني كان في مشاكل كبيرة احلامنا راحت. فان احنا نرجع تاني نحط الشباب في صدارة المشهد، دي ضمانة حقيقية لمستقبل افضل. ليه؟ لانه هو مستبصر اللي جاي، هو دايما عنده مساحة من الامل. طيب احنا خلاص جبنا يعني عملنا كل التمكين الممكن؟ لا، لسه قدامنا منصات كثيرة جدا للتمكين. معلش عذرا، سؤال تاني. ايه ضمانات استمرارية ده لقدام؟ النتائج، يعني عايز اقول لحضرتك اكبر ضمانه بشوفها لاستمراريه ده هو مدى النتائج المبشره جدا اللي اثمرت عنها تجربه تمكين الشباب. انا شفت وقت الجائحه، لانهم اصدقاء شخصيين، نواب محافظين ما راحوش بيوتهم بالايام، كان عندنا نمط ما سائد في الذهن عن من هو المسؤول ومن هو البرلماني ومن هو صانع القرار، انه يعني في عمر معين. ده بيتغير تماما. بنشوف تقريبا اغلب نواب المحافظين النهارده في اعمار الشباب، مساعدين الوزراء البرلمانيين. ده مهم قوي، انه انت بتدي انطباع انه هذه دوله شابه، لانها بالفعل دوله شابه بالارقام. لو انت اغفلت القطاع الاكبر عددا الاكثر فاعليه، فانت يعني ضيعت مستقبل البلد دي. ده اللي بيحصل الحقيقه، عكسه النهارده. ونحن بنحاول نفتح هذه المنصه للشباب نفهمه، لان انت لما تفهمه هتصنع سياسه متعايشه ومنتميه لافكاره وطموحاته واللي عايز يوصل له، فنسبه الرضا العام عن الاداء هتبقى افضل. فاللي احنا عايزين نعمله هو بيتبني النهارده، كمان 20 سنه و30 سنه هو بيتبني النهارده، انه اللي جاي واللي هيكون في المستقبل هو يعني في صانع القرار هيبقى قدر يكون جزء من هذا المشهد، وانه كمان الناس تقدر تتعاون فيما بينها. زي ما قلت لحضرتك، ما بقولش انه كل اللي نقدر نعمله اتعمل، ولكن انا شايفه خطوات جاده وحقيقيه سواء في الشكل او في الصوره او في المضمون تخص تمكين الشباب. مساء الخير. النهارده واحنا بنتكلم على تنسيقيه شباب الاحزاب وانها سياسه بمفهوم جديد، بتيجي اتهامات هو فين العمل السياسي؟ ايه السياسه بمفهوم جديد؟ طيب، السياسة اللي بمفهوم جديد، احنا عندنا الحقيقة يعني كذا حاجة نقدر نقول عنها بسببها اخترنا ان احنا نقول دايما احنا بنقدم سياسة بمفهوم جديد. اولا، الفكرة الرئيسية للتنسيقية. التنسيقية هي منصة حوارية بتجمع عدد اولا من الاحزاب السياسية وعدد من شباب السياسيين، والفكرة الرئيسية او الاساسية ان احنا كلنا باختلاف توجهاتنا وارائنا وانتماءاتنا السياسية او الحزبية بنقدر ان احنا نقعد كلنا مع بعض نشتغل
على هدف واحد ونطلع متوافقين. لو احنا بصينا على يعني الممارسة السياسية من فترة ما كانش ده ممكن يحصل، يعني كان صعب جدا انه مجموعة مختلفة، يعني نقدر نقول ايه اقصى اليمين واقصى اليسار، ومثلا لو احنا بنقول يعني المواليين والمعارضين ما كانوش يقدروا يقعدوا مع بعضهم ويشتغلوا ويطلعوا مثلا ورقة عمل بتوافق وبدون اي مشاكل، وحتى لو في اختلافات بتحترم جدا. ايه انا اسف المقاطعه حضرتك، بس مثلا ايه ورقه العمل او مشروع اتقدم حضرتك حسيت ان هو خروج ورقه العمل من المجموعه دي في حد ذاتها ده انجاز كبير؟ والله احنا اشتغلنا على حاجات كتير، بس كان عندنا حاجات مهمه جدا زي قانون الانتخابات مثلا، كلنا على اختلافنا قعدنا نشتغل عليه، وكان طبعا عندنا وجهات نظر مختلفة وقعدنا نتناقش فيها كتير، وكمان عملنا حوار مجتمعي مع الأحزاب مع شخصيات سياسية برضو عن مختلف التوجهات، وقدرنا في الآخر ان احنا نطلع بمنتج يعني محترم، بمنتج نال تقدير واحترام الجميع. الحقيقة دي كانت من أهم الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها. يمكن كنا النهاردة مثلا بنتكلم في احد الندوات اللي احنا كنا بننظمها النهارده، كنا بنتكلم على حاجه خاصه مثلا بقطاع الاعمال، وان احنا قعدنا نشتغل عليها برضو باختلاف التوجهات. انت عارف اختلاف التوجهات السياسيه برضو ممكن يكون معاه اختلاف التوجهات الاقتصاديه، ومع ذلك قدرنا ان احنا نتجمع كلنا ونشتغل ونطلع ورقه عمل محترمه. لما كنا في التعديلات الدستوريه برضو كان عندنا اختلافات كبيرة، يعني كان عندنا ناس معارضين وكان عندنا ناس مؤيدين وكان عندنا ناس عندها تحفظات، كنا قدرنا ان احنا نقعد. والحقيقة ان احنا كمان عملنا حاجة مهمة جدا، احنا روحنا على هذا الاختلاف وبهذا الاختلاف طلعنا وروحنا الجامعة وقعدنا اتكلمنا مع الشباب وقدرنا ان احنا نتواصل معاهم، وكان عندنا هدف اساسي ورئيسي انه المشاركة هي المهمة، مش مهم انك تقول او مش مهم انك تقول لا، المهم انك انت تشارك لانه ده حقك. وطبعا الحقيقة كانت تجربة هامة جدا، لانه كان يمكن أول مرة الشباب اللي في الجامعات بيشوفوا شباب أكبر منهم شوية مش كتير، لكن قاعدين قادرين إن هم يتواصلوا معاهم ويتفاهموا معاهم، وجايين بيقولوا لهم أنا وزميلي بنشتغل مع بعض، لكن أنا معترض وهو موافق، وإحنا جايين بنقول لكم ده، وكل واحد حر، الفكرة في إن أنت تشارك. دي الفكرة الرئيسية اللي إحنا بنشتغل بيها. يعني فكرة يعني الاختلاف امر طبيعي في الافكار، بس الكل على اختلاف للتوافق في النهايه. احنا بنطلع كل على ارضيه وطنيه واحده بالضبط. احنا اهدافنا الرئيسيه اللي احنا اعلناها في اول بيان للتنسيقيه ان احنا بنصطف خلف الوطن، هو ده الهدف الرئيسي والاساسي، وبنعمل على تنميه الحياه السياسيه. والحقيقه الحمد لله احنا قادرين ان احنا نعمل ده بشكل جيد، وقادرين ان احنا نستمر فيه، لانه احنا يعني بنصر من خلال إجراءات كتير، منها أن احنا عندنا نظام عام بنمشي عليه، منها أن احنا على طول بنشتغل على تطوير أدائنا وتطوير نفسنا طول الوقت، بنتعاون مع زملائنا سواء النواب أو سواء نواب المحافظين أو في الأماكن الأخرى. كل ده بيخلينا الحقيقة نقدر أن احنا نقدم سياسة مفهومة. أنا ممكن أطلب تعقيب دكتور المين. احنا دايما بنقول أن القضية الرئيسية لينا هنا كمجتمع في مصر هي قضية الوعي. النهاردة احنا بنتكلم على نظام عالمي بيعاد تشكيله، أو نظام عالمي تركت هذه الجائحة أثار فيه هيبقى ليها تبعات في الفترة اللي جاية. كيف يخرج من شرم الشيخ نداء وعي عالمي من منتدى الشباب العالمي؟ يعني احب اعقب الاول على كلام استاذه ساره عن الحضور في المنتدى. ليك حق التعقيب في دقيقه بس في الراوند الاخير. في الراوند الاخير تمام. طيب هو يعني احنا لو هنتكلم عن فئه الشباب في مصر، هي تقريبا بتشكل 25% من السكان من فئه 15 ل 29 سنه، ودي قوه يعني عدديه وبشريه لا يستهان بها. يعني القيادة السياسية تنبهت للموضوع ده تقريبا من 2015 لما سيادة الرئيس وجه المجالس التخصصية لرئاسة الجمهورية بإعداد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. يعني ممكن نقول ده هو كان النواة الأساسية في ان انا اشتغل على ان ازاي اعمل وعي، اكون وعي سياسي ووعي مجتمعي عند الشباب.
البرنامج الرئاسي فيما بعد انبثقت عنه يعني الكثير من المؤسسات زي الأكاديمية الوطنية للتدريب. هيبقى في حفل تخرج دفعة ليها صح ولا؟ مشينا كتير قوي. صح يا فندم؟ الأكاديمية الوطنية للتدريب التنسيقية اتحاد شباب الجمهورية اللي تم الإعلان عنه في مبادرة حياة كريمة، وده جزء من ان انا كمان يعني انا لو كانت مش كل الناس بتقدر تشارك في حدث عالمي مثلا زي منتدى شباب العالم، ففي منصات تانية كتير وجهات تانية كتير بيقدروا الشباب ان هم يقدموا فيها ويشاركوا فيها، زي مثلا حياة مبادرة حياة كريمة. احنا كان عندنا عدد المتطوعين ضخم جدا لما تم فتح باب التطوع، فكل الجهات دي اللي الدولة كانت مسؤولة عنها بشكل او باخر ومنظمات المجتمع المدني اللي تم تقنين اوضاعها في 2019، كل الجهات دي هي يعني الركيزة الأساسية في تشكيل وعي الشباب سواء بالقضايا السياسية المحيطة بيهم أو بالقضايا المجتمعية. تمام. طيب بعد الفاصل، كيف أصبح منتدى شباب العالم أحد روافد القوة الناعمة لمصر؟ فاصل ونستكمل حوارنا. اهلا بحضراتكم من جديد. استاذة سارة، النهارده منتدى شباب العالم نقدر نعتبره من روافد القوى الناعمة لمصر وقوة التأثير بفكرة. مظبوط، ويمكن دي النقطة اللي انا كنت بعقب عليها، ان هو بيلعب دلوقتي دور محوري في تمكين الشباب من حول العالم اجمع. فكرة ان انا بجمع الشباب وبيتقابلوا بشباب مصريين بيشوفوا الطاقات المصرية وبيتأثروا بالثقافة المصرية برضو، هما بيجوا هنا في شرم الشيخ. هل إدارة المنتدى بتبقى على تواصل مع المشاركين السابقين في الدورات اللي فاتت؟ احنا بنفضل على تواصل، بس هو برضو في هنا برضو نقطة مهمة جدا، في صداقات بتدوم ما بعد وبيبقى ليها صدى ما بعد المنتدى، يمكن هو ده برضو دور من القوى الناعمة الخاصة بالمنتدى. وكمان لما بنقرب من الفترة اللي بيتعقد فيها المنتدى بنلاقي ان في ناس بتشير الستوريز دي على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بيهم، هم عايشوا ايه من خلال النسخ اللي فاتت، بيتكلموا على الحاجات اللي هم شافوها في مصر، بيتكلموا على تنظيم الشباب المصري لحدث كبير زي ده، ازاي هم كانوا مبسوطين، بيتكلموا على ابسط التفاصيل اللي احنا بنهتم بيها، وكمان بيتكلموا على ازاي فعلا شباب مصري قدر ان هو يجمع هذا يعني الكم الكبير من القادة في مكان واحد والشباب في مكان واحد ويتناقشوا ونطلع بالتوصيات دي ويتم دفعها في منصات دولية ويتم الإشادة بيها والاعتراف بيها، وعلى رأس المنصات دي كانت طبعا منظمة الأمم المتحدة. فبالتالي المنتدى دوره تخطى ان هو دور مجرد مثلا لوكال او مثلا في مصر او اقليمي، هو بقى بيلعب دور عالمي. ليه المسرح؟ ليه إصرار المنتدى دايما ان هو يقدم مسرح؟ فكرة المسرح دي هايلة،
يعني انا حقيقي مش عارفه ازاي ما عملناهاش من اول نسخه من 2017. احنا بدانا نطبقها من 2018 وهي حقيقي جزء لا يتجزا من المنتدى، لان الفن بيلعب دور كبير جدا ومهم جدا، خاصه ان انت مش دايما هتعبر عن كل حاجه بتقولها بالكلام، صح؟ في مواهب لازم تطلع وتعبر عن القضايا المختلفه، والمسرح برضو احنا بنطلع منه بتوصيات. يعني دور المسرح مش بس ان هو بيعرض مواهب مختلفه العالم، ولكن احنا فعلا بنطلع منه توصيات وبيحضروا وفود دوليه، وسياده الرئيس بيحرص على ان هو برضو يشاركنا في العروض اللي احنا بنعرضها في مسرح شباب العالم. النسخه الثالثه بقى من المسرح اللي هو في النسخه الرابعه. أيوة من المنتدى. ايوه بقى مجهزين ايه بقى؟ احنا اكيد مجهزين عروض مختلفه، احنا دايما بنحضر مفاجات. يمكن النسخ اللي فاتت استخدمنا تقنيه الهولوجرام وعملنا عرض ليه ام كلثوم كانها بالظبط موجوده على المسرح بتغني. ويمكن النسخه الرابعه بقى في مفاجات مش هنقدر نغشش حد دلوقتي، هنستنى. ويمكن الحاجه اللي احنا حقيقي فخورين بقى ان احنا اعلنا عنها ان هيكون في اكتر من فنان من مبادره حياه كريمه هيشاركوا معانا في مسرح شباب العالم. زي مين يا استاذه ساره؟ هيتم الاعلان عنه برضو. دكتور حازم، الصعيد مش هنقول غاب عنه التنمية كتير، لأن الموضوع أبعد من التنمية. الصعيد وصل الموضوع للتهميش. حال الصعيد النهاردة إيه؟ وبالذات إن إحنا يعني لقائنا ده النهاردة يمكن بعد أيام من أسبوع الصعيد، رد الفعل عندك إيه؟ حال الشارع في الصعيد إيه؟ حالة الأمل في الصعيد إيه؟ شكراً. الحقيقة أنا عايز أقول لحضرتك الحديث عن سيبنا من مرحلة التهميش، خلينا في اللي بيحصل دلوقتي. يعني ملء السمع والبصر، المشروعات اللي بيتم تنفيذها في محافظات الصعيد، كم المشروعات اللي بيتم تنفيذها في مجالات مختلفة، تكلمني في التعليم، في الصحة، على مستوى التضامن الاجتماعي، على مستوى الطاقة، الكهرباء. شفت حضرتك محطة بنبان في أسوان، محطات ومجمعات التحكم اللي بتهدف بشكل أساسي مراقبة الكهرباء، وفي أكتر من محافظة اللي حصلت في نجع حمادي، وأيضا في محافظات أسيوط. شوف على مستوى اكتشافات مصانع تكسير الهيدروجين في أسيوط وغيرها من المشروعات في مجالات مختلفة. وإيه نتاج ده؟ مهم جدا. نتاج ده أنه بيبقى فيه تشغيل، بيبقى فيه فرص عمل، بيبقى فيه عائد على الشباب. خلينا حضرتك اللي هو محتاج لفرص عمل كان بيتكلموا فيها عن الزوم. اتفضل. لأنه برضو هدفنا ان دايما ما يبقاش فيه كلام مغلوط يتم ترويجه او ما الى ذلك يعني. بس ده يمكن تردد في وجه بحري مش في قبلي، ان بيتم اختيار القرية دي على اساس ايه، والقرية دي على اساس ايه، والقرية دي جنب القرية دي، فبيشتغلوا في القرية دي ويسيبوا دي ويروحوا للي بعدها. ايه السبب ده كده؟ بنرجع على موضوع اختيار المشروعات. داخل يمكن كنت في البداية لما حضرتك بتسألني بتقولي ازاي بتشتغلوا، فديت لحضرتك اداة اللي خاصة بتحديد المشروعات داخل المحافظات. الترتيب على حسب الاحتياجات، وبنراعي ده على مستوى المراكز سواء على المستوى الجغرافي او على المستوى المكان. وبعد كده بيبقى فيه اشتراطات محدده. على سبيل المثال، اما انا اقول مركز او طبي او وحده صحيه او مدرسه، بتحدد وفقا للعدد والتكرار الاحصائي للسكان داخل هذه المنطقه. ففي قواعد وبيتم الالتزام بها علشان يتم تنفيذ المشروعات. خليني اقول لحضرتك محافظه يمكن انا من المحافظات المحظوظه، لانها ومحافظه سوهاج ويمكن باقي محافظات الصعيد، علشان برنامج التنميه المحليه لصعيد مصر، واللي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات، ونجحت ممارسات هذا البرنامج واللي هيتم تعميمها على باقي محافظات
الصعيد. معلش كان في تعقيب انا كنت طلبته من حضرتك. حضرتك ليك تعقيب. اوكي. الدكتوره ليها اوكي تعقيب. خلاص فهي تبقى في النهايه. في النهايه اوكي ماشي. تمام. سياده النائبه، كيف اضاف منتدى شباب العالم للقوى الناعمه لمصر؟ طيب هو في مستويين من القوى الناعمه، اولهم القوى الناعمه داخليا والقوى الناعمه خارجيا. خلينا نتكلم على داخليا. فكره ان انا بسمع الشباب، فكره ان انا عامل منتدى دولي لهذه الفئه العمريه، ده مهم انه على الاقل الناس تشعر انها تسمع. وبعدين المنتدى بيتابع مش بس من الحاضرين، بيتابع من الاف وملايين الشباب من اللي مش بيحضروا المنتدى كمان. يعني المنتدى بقى ليه رواج كبير عند اواسط الشباب، ويعني بتطلع عليه كارتونز وميمز وناس مهتمه بالمنتدى. ففي مستوى مهم من القوى الناعمه، ايه الرسائل الداخليه اللي انا عايز امررها، وده بيمر بكفاءه من المنتدى. طبعا البعد الثاني المهم جدا وهو البعد الخارجي، ازعم، ويعني مش بس ازعم، عندي خبرات سابقه من اصدقائي قدروا يعملوا منظمات مجتمع مدني عابره للحدود، يعني ما بين مصر ودوله تانية ودوله ثالثه، كان بدايتها ونواتها شباب موجودين وتقابلوا في المنتدى. 22 عام المجتمع المدني بالضبط كده، لسه كنت هكلم حضرتك. عندنا كمان شركات نفس الكلام، عندنا افكار، عندنا مشاريع، عندنا حاجه مهمه جدا، كل شاب من انحاء العالم حضر هذا المنتدى هو سفير لمصر. يعني هو في الاخر هيكلم اصحابه وعيلته عن اللي شافه في البلد دي. فيعني احنا بنعمل كمان رواج ودعايه سياحيه وثقافيه واقتصاديه مهمه جدا، والسنه دي هي الاهم لانه احنا هنستقبل في اخر هذا العام احد اهم طبعاً الاحداث في الكوكب، يعني طبعاً قمه المناخ او مؤتمر الاطراف. كنت بقول في البدايه ان شرم الشيخ منتدى شباب العالم ده بدايه لشغل كتير قوي. بالظبط، فهو الحقيقه محوري ومهم جدا، وانا كسياسيه هبقى راضيه قوي وانا شايفه انه كل شاب يشعر ان له فرصه في كل شيء، فرصه في التعليم الجيد، فرصه في العمل الجيد، فرصه في الحياه بشكل لائق. فيعني كل ما يحدث يخدم على هذا الامر، اني اقدر اعبر عن رايي، اني اقدر اكون جزء من هذه المنظومه، اشترك فيها، ابني، اني احس ان انا جواها مش براها. دي كلها رسائل مهمه بيبعتها منتدى شباب العالم. أستاذة شيماء، الرسالة اللي توجهيها للشباب اللي بيسمعك. طبعا يعني الحقيقة أنا دايما بقول على منتدى شباب العالم إن هو حدث هام جدا، سواء بقى في نسخته الدولية أو العالمية اللي هي منتدى شباب العالم أو المؤتمرات الوطنية للشباب. الحقيقة أنا بشوفش إنه دي حاجة حصلت في أي مكان تاني غير مصر، إنه يبقى حدث بهذه الأهمية بهذا الحجم برعاية رئيس الجمهورية. الشباب بتقدر تتواصل بشكل مباشر مع المسؤولين في الدولة، مش بس مع المسؤولين في الدولة، وزي ما الزملاء ذكروا مع مسؤولين أو ضيوف بيجوا من الخارج، منظمات عالمية. بندي فرصة لشباب العالم كله، مش شباب مصر بس، إن هو يقول رأيه وإن هو يقول أفكاره وإن العالم كله يسمعه. الحقيقة بقول إن إحنا بقى عندنا فرصة كبيرة جدا للشباب. الشباب أصبح عنده حقيقي تمكين، عنده فرصة، عنده قنوات يقدر يتكلم فيها أو يتم سماع صوته من خلالها وأفكاره. المنتدى مش بس في الحضور، لأنه طبعا في ناس كتير بتفتكر أن المنتدى أو مؤتمرات الوطنية شباب. هل من الممكن، أنا آسف مقاطعة حضرتك بس هو السؤال جه في دماغي دلوقتي. لا طبعا تفضل. هل من الممكن أن توصيات مثلا الجلسة الخاصة بالمناخ تعرض على قمة المناخ؟ طبعا ليه لا، ده وارد جدا. يعني خليني أقولك حاجة، ما ادي صوت شباب العالم في هذه القضية. كشباب برضو هقول حاجة، سواء على المستوى الوطني او على المستوى الدولي، احنا لما كنا بنحضر او بنتكلم او غيرنا بيقدموا توصيات بنسمعها في نهاية المنتدى او في نهاية المؤتمر. فليه لا لما يكون عندنا توصيات هامة واحنا عندنا حدث عالمي كبير بيتم تنظيمه في مصر اللي هو قمة المناخ، اعتقد انه بشكل كبير هتكون التوصيات اللي هتطلع من منتدى شباب العالم موجودة ان شاء الله في قمة المناخ. دكتورة نرمين، اسمع تعقيب حضرتك قبل السؤال. أنا بالنسبة لكلام الأستاذة سارة عن الحضور في المنتدى، هو دايما بس بيبقى في حرج كده على الإدارة إنه في تحيز في الاختيار أو إنه الأعداد محدودة أو كل الكلام ده. هي طبعا اتكلمت على إنه الحضور في ظل ظروف كورونا
اكيد هيبقى اقل عشان سياسات التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه وغيرها. بس فيما عدا ذلك سياسه الاختيار بتبقى شفافه جدا، واي حد بيقدم بيبقى متاح ليه ان هو يجي شرم الشيخ ويشارك في المنتدى. بالاضافه لانه زي ما انا قلت انه في قنوات كتير جدا للمشاركه، يعني المشاركه في صنع القرار او المشاركه السياسيه لا تقتصر فقط على منتدى شباب العالم، في منصات كتير جدا ممكن الشباب يشاركوا من خلالها، زي التنسيقيه، زي اتحاد شباب الجمهوريه، الاكاديميه الوطنيه، البرنامج الرئاسي اللي دلوقتي اعلنوا عن النسخه الرابعه منه. ففي قنوات كتير جدا للمشاركه لا تقتصر على منتدى شباب العالم. فممكن المنتدى كان بدايه المطاف في يعني التمكين السياسي او المشاركه السياسيه، بس هو في مصر حاليا اكيد مش نهايه المطاف، يعني الناس عندها فرصه كبير جدا للمشاركه. لو المركز المصري ده اكيد هيحصل او متوقع يحصل، هيطلب من حضرتك تكتبي لنا ورقه عمل عن النسخه الرابعه، اكتر حاجه تبداي تركزي عليها ايه؟ طيب هو انا بالنسبه للمركز المركز المصري ولا زي الاستاذ ساره مش تقولين لانه يعني جهه عملي، فاحنا اصلا في المركز المصري كان لينا برضو السبق يعني في الموضوع ده، ان احنا يعني كنا اول جهه تنظم مؤتمر معني بحقوق الانسان فيما بعد الجائحه. صحيح، يعني صحيح تنبهوا لحاجه زي كده. وبالتالي المشاركه النهارده في منتدى شباب العالم احنا كلنا حاسين ان هي جزء من شغلنا قبل كده، وجزء من المؤتمر اللي تم تنظيمه. فبالتالي احنا اتكلمنا في حاجات كتير قوي، اتكلمنا في القطاع الصحي، اتكلمنا في قطاع التعليم، اتكلمنا في ازاي تم التعامل مع المرأة خلال جائحة كورونا. فانا ممكن اعمل ورقة عمل عن كل الحاجات اللي تمت مناقشتها قبل كده. تمام. دكتور حازم قبل الختام كان ليك تعقيب عشان ورانا نشرة 12. اوكي هقول لحضرتك، بس كان في حضرتك سألت سؤال وفي قلق تستشعره حوالين تجربة تمكين الشباب، وهل في مفيش قلق؟ انا بس كنت حضرتك سالت بتقول امكانيه الاستمرار والاستدامه. لا هي الفكره ان احنا قلنا ان كلنا نبقى معترفين بهذا الامر، ان تمكين الشباب لم يكن فكر مجتمعي تمام، ولكنه كان اراده سياسيه للقياده السياسيه. ومهم جدا العلم احنا بنحترمه ونقدره، وبيقول ايه القاعده كده، انه في طفره شبابيه زائد اصلاح اقتصادي، تنمية اقتصادية، تنمية سياسية اجتماعية، بيساوي اتساع دائرة مشاركة الشباب. تاني معلش، طفرة شبابية عدد كبير من الشباب داخل السكان، زائد تنمية اقتصادية سياسية اجتماعية، بيساوي اتساع دائرة مشاركة الشباب. ولو شفنا الواقع هنا هنشوف الشباب بيمثلوا قد ايه من مصر، 60% تقريبا وفقا لاخر احصاءات 2017. حضرتك نشوف على مستوى الاصلاح الاقتصادي اللي بيحصل، وعلى مستوى الاراده السياسيه زي ما حضرتك اشرت انه اراده سياسيه بتاكيد ودعم القياده السياسيه، وزي ما شفت في التقرير فخامه الرئيس قال يجب ان نضع الثقه في الشباب، والثقه هي مفتاح النصر. ونشوف التنميه الاجتماعيه اللي بتحدث في مصر، فبالتالي ستتسع دائره مشاركه الشباب. شيل اي عامل، قول طفرة شبابية وما فيش تنمية اقتصادية ولا سياسية ولا أي حاجة، هيبقى إيه؟ هيساوي إدارة الشباب ظهره لعملية المشاركة. قد يحدث أي أحداث أخرى، مواقف أخرى، تصرف، هذه معادلة الحقيقة بحثها عدد من أساتذة علم الاجتماع والنفس في بعض المجتمعات اللي فيها طفرة شبابية وتواصل. فبالتالي الضمانة أن عملية الإصلاح الاقتصادي، التنمية السياسية، عندنا نماذج زي تنسيق شباب الأحزاب السياسيين وغيرها، عندنا منصات مثل البرنامج الرئاسي للشباب والمؤتمرات الوطنية للشباب ومنتديات شباب العالم وغيرها، عندنا هيئات بتسعى لتدريب وتأهيل الشباب مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب. فبالتالي كل هذه العوامل بتعمل على اتساع دائرة الشباب. بالتأكيد لما كنت حضرتك بتسأل الأستاذة سهى تقول لها عدد المشاركين اختلفوا عن السنة اللي فاتت ولا العدد كبير، مدة التعقيب زادت عن دقيقة. أنا حبيت بس أوضح لحضرتك يعني هذا المسألة. شكرا. أستاذة سارة، نموذج المحاكاة السنة دي هيبقى عن إيه؟ مجلس حقوق الإنسان إن شاء الله في النسخة الرابعة. ليه مجلس حقوق الإنسان تحديدا؟ علشان توصيات المنتدى والدور اللي بيلعبه المنتدى في إن حرية التعبير، وإن الآراء اللي إحنا بيتم دفعها والتوصيات اللي بيتم دفعها
فهي طبيعي ان احنا نتكلم على او نحكي يعني نموذج المحاكاه يكون مجلس حقوق الانسان، خاصه ان تمت الاشاده بانجازات المنتدى في مجلس حقوق الانسان في دورته 41 وده كان في سنه 2021. فقررنا ان احنا نستضيف او نحاكي مجلس حقوق الانسان، هيبقى فيه تمثيل بيماثل بالضبط عدد الدول اللي بتشارك في الواقع. كان عندنا طلبات كتير للحضور، عندنا 5000 طلب، واحنا يعني هنراعي النسبه والتناسب للدول وتمثيل الدول خلال نموذج المحاكاه. برضو هلينك الموضوع ده بمسرح شباب العالم، ان برضو المسرح هو راجع في نسخته الثالثه تحت شعار ال- 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 التنميه والابداع حق من حقوق الانسان. التنميه والابداع حق من حقوق الانسان. فبالتالي يعني ان شاء الله احنا هنطلع بتوصيات قويه من خلال نموذج المحاكاه، من خلال المسرح، من خلال الجلسات ورش العمل. التوصيات دي هيتم دفعها. دور التوصيات برضو في قمه تغير المناخ هيبقى محوري، لان هو ده احنا دايما يعني بيتم دفع التوصيات دي في منصات مختلفه، فاكيد لما احنا مصر ان شاء الله هتستضيف قمه تغير المناخ الكوب 27 لازم هيتم دفع التوصيات دي من خلال المنتدى. رؤى الشباب دي كلها هيتم دفعها ان شاء الله ومناقشتها من خلال كوب 27. سياده النائبه، ايه التوصيه اللي تتمني ان هي تخرج من هذا المنتدى؟ كتير كتير قوي قوي بالذات بعد الجائحه. لا اصل يعني بجد على بالي خاصه يعني انه عجله التنميه في العالم كله اتكعبلت جامد السنين اللي فاتت، يعني احنا لسه بنشوف هنقدر ازاي نوصل للمستهدفات في الصحه وفي التعليم وفي الحفاظ على يمكن الحاجه الوحيده اللي نجت يعني هي البيئه بشكل طفيف من اثار الجائحه، اتحسنت علشان نشاط الناس كان اقل، الصناعي وغيره. فايه التوصيه؟ يعني هو انا لو هقول حاجه وطالعه من قلب التجربه المصريه هو انه شباب العالم كله يصبح له منصات تمكينيه حقيقيه في دوله، وانه يكون مشارك في صياغه السياسات، وانه يكون مشارك في العمليات المختلفه التنفيذيه والتشريعيه. ده بيفرق قوي في حيويه الدوله، بيفرق قوي في التاثير والفاعليه. يعني استاذ شيماء، ايه المعيار اللي تقدري تقولي عليه اذا تحقق هذا المنتدى نجح في نسخته الرابعه؟ يعني طبعا انا بشوف ان المنتدى ناجح من قبل ما يبدا، يعني هو مش تحيز ولا كلام كده، لكن الحقيقه بعد ما سمعنا الرقم اللي قالته زميلتي ساره ان هو تقدم لحضور المنتدى، يعني رقم كبير جدا في ظل جائحة، في ظل برضو أستاذ حضرتك نأكد على المعلومة أن الكل يقدر يشارك ويتفاعل من خلال التطبيق الإلكتروني ويتابع الجلسات ويتفاعل مع الجلسات، وكمان في يعني زي نظام اتعمل كده نظام النقاط، فتقدروا حضراتكم تتابعوا وتشاركوا. فضلي طيب دي حاجة مهمة كمان، يعني فيها نجاح كبير ان احنا يعني قدرنا نتعامل مع الوضع الحالي اللي العالم كله بقى موجود فيه. فاحنا بننظم المنتدى على أرض الواقع بعدد برضو مش قليل، فده نجاح. الحقيقة ان احنا كمان اعتقد ان احنا بننقل التجربة الناجحة لمصر في مواجهة الجائحة او في مواجهة كورونا. الناس هتشوفها اللي جايين من بره او اللي هيتابعوا من العالم كله المنتدى، هيشوفوا احنا بنقدر ازاي نتعامل مع هذا الوضع وهذا للاسف الوباء اللي احنا بقينا فجاه محطوطين فيه ومضطرين نتعامل معاه. وبرده مش تحيز لمصر الحقيقه، لكن ده من حق يعني ده من حق لسه بقول لك، لكن يعني احنا قادرين. مصر انا اكبر متحيز زي ما بيقول محمد طبعًا منير. طبعا لسه بقول لك ده حقي طبعا. انه احنا قدرنا نتعامل مع ده وافضل كتير جدا من دول اخرى بتتباهى بالتحضر والتقدم. قدرنا ان احنا نواجه ده على كافه المستويات، وقدرنا ان احنا نعيش، وده واضح جدا الحقيقه. الحمد لله احنا شايفين حاجه يعني شايفة تشرف. شرم الشيخ ازاي ومصر بلا طوارئ؟ لا ما يعني مصر كلها،
يعني بص اكيد شرم الشيخ اكيد هي جميله دايما طول الوقت، يعني زي ما انت شايف كده. انا شايفه طبعا عدد كبير جدا كمان من الاجانب والسياح، ودي حاجه الحقيقه مبهجه ومفرحه جدا. شايفه الشباب المصري كمان حاسه بالفخر، وهم تحس ان هم مبسوطين قوي بعوده المنتدى بوجودهم في شرم الشيخ، وان هم هيشاركوا. هي حاجه تفرح جدا وحاجه تسعد وحاجه تزيدنا اطمئنان كمان وكمان يعني، ويا رب دايما ويديم علينا نعمته. الحمد لله. دكتوره نرمين، ايه التوصيه اللي تتمنى ان هي تخرج عن المنتدى؟ يعني وانا ممكن اقول حاجه بعيده شويه عن مجال عملي او مجال تخصصي، بس هي مرتبطه جدا بمسرح شباب العالم. يعني احنا في وقت دلوقتي بنتكلم في جدليه كده موجوده، الفن حرام ولا مش حرام؟ وفي شرق اوسط بيعاني من ارهاب وبيعاني من عنف وبيعاني من حاجات كتير يعني جدا. شفنا احد تداعيات الجائحه في ما جرى في اسيا بالظبط كده، وما جرى في افغانستان، وبقى بيمثلوا كمان من ضغط على النظام العربي كله بالظبط. ده كان محور الجلسه الاستثنائيه والدوره الاستثنائيه للمنتدى الاستخباري العربي تبعات ما جرى في افغانستان. فكنت اتمنى انه مسرح شباب العالم يكون منظم ورشه معنيه بالموضوع ده، معنيه بموضوع الفن الراقي، بالموسيقى، بكل انواع الفنون الراقيه، خصوصا ان احنا في فتره برضو احنا شايفين نقابه المهن الموسيقيه وكانها يعني بتحارب منفرده. فكون انه مسرح شباب العالم يعني يدشن حاجه زي المسرح ويقرها في دوراته كلها، دي رساله قويه جدا انه الفن مش حرام. الفن بيحارب، احنا دوله الفن بالظبط، بيحارب التطرف وبيحارب العنف. فكنت اتمنى انه يبقى في ورشه بالمعنى ده وتخرج بتوصيه ليها علاقه بالموضوع ده. شكرا دكتوره نمين. طبعا يعني بشكر حضراتكم، وان شاء الله يعني كلنا نتابع الجلسات، وهنستضيف حضراتكم خلال المنتدى، ونشوف بقى كان على قدر طموحاتكم وأحلامكم، وهناخد من حضرتك أخبار يا أستاذة سارة، ونتمنى أن أنت تعلني وقتها عنها. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. الدكتور حازم عمر نائب محافظ هنا، نورتنا يا فندم. شكرا. الأستاذة سارة بدر المتحدثة الرسمية باسم منتدى شباب العالم. شكرا. في نسخته الرابعة، نورتنا يا فندم. السيادة النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نورتنا. شكرا. ونورتي كلام في السياسة للمرة الثانية، دي حاجة تشرفني. تشرف. الأستاذة شيماء عبد الله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نورتينا يا فندم. شكرا. الدكتور نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نورتينا يا فندم. خلصت حلقتنا، وشرم الشيخ فتحة أبوابها، مدينة السلام تستعد لمنتدى شباب العالم. نشوفكم على خير في حلقة جديدة من كلام في السياسة.